وبنهاية مساحتنا الصباحية لليوم نرمين خبرينا. نحن هلأ بتغيير المواسم خريف شتي، كنا بصيف رائع وظريف، يعني في ناس بتحب الصيف، في ناس تقلك أنا بكره الشتي. اليوم أنت مكتئبة بهذا التبديل الموسمي أو لا؟ لا، أنا من جماعة الناس الرائعين، أنا بكتئب من الصيف ومن الشوب، فهلأ أنا حاسة بالعكس قمة الرواء والرومانسية. فلا يوجد عندي اكتئاب. طب بتعرفي انه في نسبه كثير من الناس بتقلك انا بس بلش تغيير المواسم من الخريف للشتي وبلشت تتساقط الاوراق الصفر وتروح الشمس، انا بدخل بحاله اكتئاب. كثير ناس وبتكون عندهم درجات متقدمه، يعني انت بيحكوا لك بتقولي اوف مو لهالدرجه، يعني انه انت ممكن تعاني من هذا الشيء، بس فعليا هذا التقلب بالطقس كثير عم ياثر على نفسيات العالم. هلا خلينا نشوف اليوم شو تاثير الاكتئاب، هل هو عن جد ممكن انه نحن نوصفه بمعنى الاكتئاب بتغيير المواسم الخريف للشتي وبالعكس من الصيف للشتويه؟ شو هي اعراضه؟ شو هي الاسباب؟ وشو هي طرق العلاج؟ هل هي نحن اليوم بحاجه لنزور دكتور نفسي؟ هدول المعلومات حتجاوبنا عليها لليوم ضيفتنا الصيدلانيه رشا المساعد. صباحك يا رشا. يسعد صباحكم. متفائله او مكتئبه؟ لا انا الحمد لله متفائله، الجو معتدل كثير حلو، ما بعرف ليش العالم عم يكتئبوا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. خلينا نتعرف اكثر عن الاكتئاب الموسمي، شو هو يا ترى؟ بيصير بالصيف بين فصل الخريف والشتي ولا لا؟ كمان ايضا مع كل تغير فصل يعني بين الربيع والصيف ولا لا هو بس بهي الفتره؟ تمام. هلا الاكتئاب الموسمي او فينا نسميه الاضطراب العاطفي الموسمي هو حاله من القلق والاكتئاب بتحدث باوقات معينه من السنه، يعني مثل ما قلتي هلا انه كمان بالصيف في اكتئاب وفي بالشتاء اكتئاب. هلا نحن اليوم حنحكي عن الاكتئاب الخريفي، ولكن يوجد في اكتئاب ببدايه الصيف. بتعرفي محبين الشتاء اول ما يجي الصيف والشمس وهيك بتقول لك انه انا اكتئبت هلا. فلا نحن اليوم حنحكي عن الاكتئاب الخريفي، وهو بيختلف عن الاكتئاب الصيفي ببعض الاعراض اللي هلا حنذكرها. وطبعا هذا الاكتئاب بيصيب اكيد الإناث والرجال، ولكن نسبة الإناث أكثر بخمس أضعاف من الرجال لأنه حساسين زيادة. نحن كمان عم تقلينا معلومة إنه اكتئاب الخريف غير اكتئاب الصيف. إيه بتختلف أعراضه. اليوم رشا شو هي؟ كيف إحنا قادرين نميز إن إحنا اكتئاب صيفي اكتئاب شتوي؟ تمام. سو ناقصنا غير هدول نحن. هلا إيه شايفة في كل ماله عم يطلع أنواع جديدة. إيه هلا الاكتئاب الشتوي هو عم بيكون اول شيء نحن عم يصير عنا اللي هو الخريفي، عم نفقد عنا الطاقه. لما عم نفقد الطاقه عم يصيبنا خمول وتعب، يعني بتعرفي طاقه الانسان راحت، بصير في عنا نوم مفرط يعني بشكل كثير مبالغ فيه، ما عم بيفيق وصعوبه بالاستيقاظ. بالصيف لا، بصير عنا ارق، الانسان ما بينام، يعني انه انا بدي نام نعسان بس ما عم اقدر نام، بصير حتى بيلجأ للمنومات. فهلا النوم عنصر اساسي، وكمان الشهيه. بالشتوي كل العالم بتعرفي انه بتقول لك اجى الشتاء فتحت نفسي على الاكل. لا هو بتصد نفسه. ايه بدي اشوف بصير معك بتصد نفسك؟ انا صيف شتي ما بتصد نفسي. شغال. هلا اليوم مشاركين بين نطانة ونرمي. تمام. بالاكتئاب الصيفي لا عكس هيك، بصير في عنا فقدان للشهيه عكس الشتوي تماما. بالشتاء حتى لسه يعني لما بصير في فتح شهيه بيلجا الانسان لانه ياكل حلويات وكربوهيدرات وشغلات لسه بتسمن اكثر. بس هون بيقولوا لك رشا انه نحن بالشتاء نحن بنروح للحلو، الجسم بيطلبه لانه درجه الحراره بتكون منخفضه فبحاجه لطاقه، فبنروح بموضوع الصحيه يعني. وحياتنا ما فكرنا انه الموضوع يكون اكتئاب، نحن مكتئبين عم نضطر ناكل صحن هريسه مثل ما هو يعني. صح، لانه كمان بيعطي طاقه، فما هو هون بيفقد عنا الطاقه مثل ما قلت لك اول شيء. فالحلويات اكيد بتعطي طاقه، وفي عالم بتقول لك انا بتدفى لما اكل حلو. صحيح. بتدفى نفسيا يعني. كمان بصير في عنا قله تركيز، صعوبة بالتركيز، انها عزلة اجتماعية، وحتى مو بس عزلة اجتماعية، صعوبة بالتواصل. يعني الشخص مو بس انه انا ما بدي اقعد، انا ما الي خلق رد على موبايلي، ما الي خلق احكي مع حدا. طيب بصير في عنا ثقل باليدين والساقين كمان، ثقيل، انا ما عم اقدر امشي، انا منهك مع اني ماني عامل شيء. هي كلها من اعراض الاكتئاب. بالحالات اللي كثير متقدمة في عالم بصير عندها افكار انتحارية. طب خلينا هيك قبل نروح الافكار الانتحاريه، خلينا بالامور البسيطه. بيجي على الصيدليه اليوم او يعني من متابعتك اشخاص بيقولوا لك انه انا بدي دواء لينشطني مثلا، فيتامينات، قصص معينه بتعدل المزاج وبتفيد الجسم، لانه مثل ما قلنا الاكتئاب مو بس على نفس، فبتلاقي بلشوا رجليه يوجعوا ومفاصله الى اخره. فهي حاله عامه، في هيك شيء اليوم يباع انه بالصيدليات؟ صح، سؤالك صراحه كثير حلو، انا هلا كنت بدي احكي عنه. انه نحن اذا بنرجع شوي بالحلقات انا مرة حكيت عن فيتامين دال. هلا نحن بالشتاء قلت عنا ساعات التعرض للشمس، فبالتالي الجسم ما عم ياخذ حاجته الكافيه من فيتامين دال. نقص فيتامين دال كمان بيعمل لي اكتئاب،
فنحن لما العالم عم تيجي لعنا فهي حكما يعني 90% من الحالات عندها نقص فيتامين د، فنحن بنروح دغري بنعطيها فيتامين د مثل معالجة. طيب رشا اليوم ما بده يكون ما بنقول المريض، الشخص بيعرف قد ايه نسبة النقص عنده بفيتامين د او لا؟ تحليل حسرة يعني اليوم انا ما فيني اخذه بشكل انه انا اليوم يعني كل شهر مثلا اخذ ابره اخذ كورس بالفيتامين ولا شو؟ لا امبلا، في جرعات وقائيه بتكون تقريبا 600 وحده دوليه لحتى 1000 وحده دوليه، هي وقائيه بقدر اخذها بشكل يومي حتى لو نسبه فيتامين د عندي منيحه. والابر؟ الابر هلا هون في طبعا في 25000 في 300000 في كثير يعني احنا جرعة. جمع عم نحكي وقائيا بدون تحليل وبدون انه في ناس كثير بتقول لك رحت اخذت كورس للفيتامين د، فبدون لا تحليل ولا شيء. ايه ما بيأثر، اذا تاخد طبعا من جرعه 600 ل 1000 ما بيأثر عليه، بالعكس بيعطي نشاط وكثير منيح للجسم والعظام. طيب رشا خلينا نقدم هيك نصائح اليوم لكل الاشخاص يلي حاسين حالهم عم يعانوا من هذا الاكتئاب مثل ما قلنا بدرجاته الطبيعيه او المقبوله، شو يتصرفوا؟ طبعا هلا اول شيء قبل ما نلجأ للطبيب، اخر مرحله هي اني نلجأ للطبيب، بس هلا اول شغله انه انا بروح بمارس رياضه تخفف كثير من الاكتئاب والتوتر، طلع فشكل خلقي بالرياضه مثل ما بيقولوا، كمان انه اتقرب من الاشخاص الايجابيين، اطلع مع رفقاتي اللي هن مثل ما بيقولوا فرفوشين حبابي، تغيير جو يعني تغيير جو، بطلب سعاده المساعده من الشريك اذا كان انه انا مثلا مكتئب هالفتره غير لي جو كذا. كيف اذا كان الشريك كمان مكتئب شو بنعمل بحالنا؟ هن اثنين بدنا نروح عند الرفقات الايجابيين اللي مثلنا هلا اللي مبسوطين ان احنا ما بنكتئب بالشتاء. هلا هي يعني كمان نحط اللي بيقول انا بكتئب بالشتاء، انا بكتئب بالشتاء، انه اوكي يعني بتكتئب بالشتاء حتى لو ما بدك تكتئب بدك تصير تكتئب، يعني هذا الصوت والصدى اللي بيأثر على الشخص، فنحن نبعد عن هاي القصص انه خلاص حتى امرأة مثل ما مرق غيرها يعني. صح، هي اول شيء المعالجه السلوكيه بتكون انه انت ضمنك يعني انت بدك تحفز حالك، مثلا انت عندك هوايه بتحبها وما انك مارسها من قبل، مثلا رسم، غناء، اي شيء، اي هوايه بنحاول طب نجرب نمارسها بهالفتره الاكتئاب بنطلع من مود الاكتئاب. طبعا في كمان شيء اسمه لايت بوكس اللي هو الضوء مثل ما بيقولوا علبه شمس زي بيوصفها الدكتور، يلي ما بيتعرضوا للشمس او مثلا بيكون دوامهم مكتبي وما بيصح لهم يطلعوا على الشمس، كمان بيعطوها كخط علاجي. تمام. خلينا هيك قبل ما نختم معك نصائح اخيره او نقطه حابه تضوي عليها نحن ما حكينا عنها بموضوع الاكتئاب الموسمي، تفضلي. هلا في هرمونات طبعا تتاثر بالاكتئاب اللي هن السيرتونين والميلاتونين والساعه البيولوجيه، هي كلها بتتاثر مثل ما قلت لك لانه الجسم ما عم يتعرض للشمس، نتيجة قلة التعرض للشمس بتعمل لي انخفاض بهي الهرمونات، السيرتونين هو هرمون السعادة، إذا انخفض عندي صار في عندي راح المزاج، انخفض المزاج معه، ميلاتونين نفس الشيء هو الهرمون اللي بينفرز عند ساعات النوم أو قبل ساعات النوم بشوي، بيساعد على الاسترخاء، هذا بيصير عندي بيرتفع بحالات الاكتئاب، فلهيك بيصير دائما الشخص مرتخي وبده ينام. طيب كيف أنا فينا نضبط هدول الهرمونين؟ هلا هدول الهرمونين مثل ما قلت لك عن طريق التعرض للشمس. حكما. قد ايه اليوم فيتامين د مهم بحياتنا؟ يعني بتشوفي كل الامراض تقريبا بيقول لك نقص فيتامين د، نقص فيتامين د، يعني حتى بموضوع الاكتئاب له علاقه بالقصه، يعني الفيتامين السحري بالشعر، بالاكتئاب، بالعظم، بكل شيء، يعني ما في عن جد مرض الا ما بيقول لك دغري الدكتور انه روح حلل فيتامين د لنشوف نحن شو سبب هالخمول، شو سبب هالتعب، شو سبب تساقط الشعر، شو سبب الاكتئاب، حتى تغير حتى الوزن، اصابات الوزن، نزول الوزن او زياده الوزن كمان لها علاقه بفيتامين د. زياده الوزن طبعا بتكون سببها نقص فيتامين د. طيب رشا شو النسبه المثاليه للفيتامين د لازم تكون بالجسم؟ هلا هون حسب كل مخبر هو شو بيحددها، يعني في مخابر مثلا بتقلك من 25 وفوق، في مخابر حسب هن شو حاطين بالجهاز. بدنا نشكر حضورك رشا لليوم، ان شاء الله هيك ايامك كلها لطافه وما فيها اكتئاب وسعاده ونمرق هذا الوقت خفيف على الجميع. شكرا الصيدلانيه رشا الموسى. اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، صباح الاخبار يا سوريا. شكرا كثير لك رشا.